عملت الميز اركيتكتشر بالاند يو، صار لي من فوق الماضي بالدورمز. بشكل عام يعني التجربه بالدورمز انه فيها لها سلبيات او ايجابياتها. جامعه الاند يو مثلها مثل اي جامعه تانية بلبنان او بالعالم، بتقدم خدمه السكن الجامعي او ما يعرف بالدورم. لاي مدى ممكن الدورم يامن كل حاجات الطلاب ويكون بديل عن اهلهم وبيوتهم؟ هاي، اول شيء نحن الانديو دور، مثل ما شايفين هذا الانديو دور عنده كتير حسنات. اول شيء نحن كتير قريبين من الجامعة دغري، هيك شغلة سريعة يعني بننزل ما بدنا كتير وقت. والحلو انه هيك كل واحد اوضه لحاله، هيك اريح، كل واحد عنده براده لحاله مثل ما شايفين، يعني عنده مغسل لحاله مع والحمام مشترك. كمان اذا واحد مثلا حب من بعد ما يدرسوا هيك بينزل في كافيتيريا مشترك بين الشباب والبنات، مع انه احنا بنحب انه يكون في شباب والبنات مع بعضهم يعني، بس لسوء الحظ مش ظابط هيدي الشغله. والانترنت هيك اكثر شيء منزعج مرات، انه كتير كتير مراقبه، يعني ما فينا ناخذ راحتنا، ما فينا ناخذ كتير راحتنا يعني اذا بدنا نحضر مثلا شيء، كتير مراقبة يعني مش حلو. أنا صار لي عايش كل حياتي بالكويت وصار لي 2 years هون، this is my second year لبنان، فإنه إذا أهلي مش هون بدي أقعد بضطر أقعد بالدورمز. فا usually إنه استقيل بالدورمز إنه أكل إذا ما بتعرف تطبخ يعني ما فيك تعمل شيء. هلا في كيتشن وفي مايكروويفز وفي كل شيء، بس إنه if you don't know how to cook مصيبة. A major problem عندنا هون بالدورمز هي الضجة، انه واحد بيكون عم بيدرس والتاني مش عم يدرس، انه هداك بده يعمل حفله وينبسط وهداك التاني بيكون مركز على درسه. It's a minor complaint عنا، انه سئيل شوي. وغير هيك نظافه مثلا، شو بتعمل اذا بتلاقي حالك مع دورم ميت يكون مجمي مثلا؟ بس في شغله هيك مزعجه، انه مرات الشغيله بيجوا يعني ماشي قبل ما يطلع الضوء مثلا بيجوا بيصيروا يطرطقوا تينظفوا، ونحن بنحس حدا كانه عم بيقوز فوق راسنا يعني، بنقوم نطلع نشوف شو هالشيء، بيطلع شغيل عم بينظف مثلا، هيدي كثير شغله مزعجه مثلا. بس الحلو انه نضاف ينظفوا كثير وكل شيء نظيف. انا اسمي بول خوري، مدير الدورمز بالانديو، هيدي تقريبا رابع سنه لالي هون بالدور. ونحن كاداره دورم بنحافظ كثير على قوانيننا، منا شوي مشددة بيضايقوا منا تلاميذ ومنا أكيد مجبورين يكون فيها، وهالقوانين كلها محطوطة أول شيء لسلامة التلاميذ ولنأمن لهم بيئة منيحة ومقبولة للدرس. نحن أهم شيء عنا يكون التلميذ عم يدرس. من هالقوانين أكيد نحن عنا دوام 12 بالليل، نحن نسكر الأبواب، مجبورين التلاميذ يكونوا بقلب الدور. أكيد كل شيء ممنوعات مثل الكول، أشياء ممنوعات كلها ممنوعة تفوت على الدورم أبدا. كمشاكل أكيد ما بنخلص من المشاكل يعني، العمر الموجود عنا هون ببلش من 17 لل 24-25، وبهالأعمار هاي التلاميذ كلها يعني بتكون عم تقطع بفترة، فينا نقول أوقات بكون طايش، أوقات بكون بده يشوف شي جديد، بده يعمل شي جديد. من المشاكل كلها أكيد نحنا أكتر شي مشدد على المخدرات، مشدد على الألكول وعلى القمار، هذا الأكتر شيء الأشياء المانجر اللي معقولة تصير معنا هون. وبرجع بقول لهم كمان أنه هالقوانين كلها محطوطة لنأمن لهم هالبيئة السليمة، والأكتر شيء نحن نطمح أنه تكون رائقة. وأكيد نحن عنا عدد كبير من التلاميذ موجود بالدور، يعني شوي منلاقي صعوبة أنه نقدر نضبط هالأشياء، بس أكيد بالملاحقة وبالمتابعة عم نقدر نوصل للي لازم نوصل. آراء الطلاب كانت متعددة، منها الإيجابة ومنها السلبة، بس بيبقى ما في غنى عن الدورم اللي بيسهل طريق الدراسة للطلاب وين ما كانوا.